الدرجة الثانية أو الممتاز به فازوا على فريقين من الممتاز، والفريقين اللي تأهلوا من الممتاز به هيلعبوا بعض في الجولة المقبلة، بتروجيت وكوكا كولا. بتروجيت امبارح بأداء رائع تقدم فيه ب3 أهداف دون مقابل على المقاولين العرب قبل ما يستقبل هدفا ويتأهل للدور اللي جاي. لازم نحييه هو كمان الكابتن ياسر رجب المدير الفني لفريق بتروجيت. كابتن ياسر أهلا بيك، منورنا. اهلا بيك يا كابتن هاني، اهلا بيك، منور دايما ان شاء الله. منور الدنيا، وكل سنة وحضرتك طيب. فوز امبارح كان مهم وعريض على المقاولين العرب، والحقيقة مش بس نتيجة بل أداء كمان استغلتوا فيه الأخطاء وعملتوا فيه شكل كويس الكل أشاد بيه. والله الحمد لله، يعني النتيجة طبعا نتيجة كبيرة على فريق كبير ومحترم زي نادي المقاولين ومدير فني كبير زي عماد النحاس. احنا الحمد لله يعني كنا عاملين حساب للمباراة بشكل كويس، محضرين نفسينا للمباراة، يعني ركزنا مع اللعيبة على الجانب النفسي شوية، لأن الفترة اللي فاتت الأمور ما كانش متظبطة شوية في الدوري، نتيجة يعني بعض النتائج ما كانتش إيجابية، ويعني الحمد لله يمكن تداركنا الأخطاء دي، خصوصا بعد ما عدينا شهر يناير. كان شهر يناير ده فيه مشاكل كتير جدا عندنا، عندنا 9 إصابات كورونا، عندنا في بعض اللعيبه جالها عروض من انديه في الدوري الممتاز، كان في ضغط مباريات ما بين دوري وما بين كاس، كنا بنلعب تقريبا جمعه واثنين او جمعه وثلاث على طول، وما كانش معاك عدد لعيبه، فكان في بعض النتائج سلبيه شويه. الحمد لله كان الفوز ده كان مهم جدا بالنسبه لنا، ان احنا نرجع ثقه الفوز للعيبه تاني، وان هم يقدروا باذن الله يكملوا المسيره بتاعتهم في الدوري، ان ده الهدف الاساسي بالنسبه لنا، هو الصعود باذن الله تعالى ان شاء الله يعني. لكن الاداء امبارح الحمد لله، الفتره اللي فاتت الحمد لله الاداء بتاعنا اتحسن، الاداء بتاعنا بقى شكله افضل بكتير، اشتغلنا على الجوانب الذهنيه عند اللعيبه، وامبارح مباراه امبارح الحمد لله اثرت برضو على 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 نتيجه ايجابيه، غير المكسب الكبير والشكل الجميل اللي هي المكسب الثاني هو الثقه اللي رجعت للعيبه انها ان شاء الله ترجع تكمل المسيره بتاعتها في الدوري ان شاء الله. ان خيرت بين التاهل للدوري الممتاز مره تانية او الفوز ببطوله كاس مصر، تختار ايه يا كابتن ياسر؟ لا، الصعود للدوري الممتاز طبعا ده الهدف بتاعنا، الهدف الاساسي بالنسبه لنا، وده مكان بتروجيت يا كابتن هاني، الطبيعي انه يكون في الدوري الممتاز ويكون وسط الكبار، نادي بتروجيت نادي كبير اسم عريق، مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز، هو ده الهدف الاساسي بالنسبه لنا، وان شاء الله باذن الله يعني يتحقق باذن الله يعني، ونتمنى من الله ان الامور تمشي بشكل كويس الفتره اللي جايه ويتحقق الامل ده يا كابتن يعني ان شاء فوز الله. كوكاكولا على الانتاج الحربي النهارده امر يسعدكم باعتبار ان انتم بتواجهوا منافس اقرب لكم على مستوى التنافسيه من فريق في الدوري الممتاز، ولا بتحسبها ازاي؟ والله ابدا يعني، عارف انت فرقه كوكاكولا فرقه محترمه بصرف النظر عن انها درجه تانية او لا، لكن هو القصه بالنسبه لنا يمكن احنا الكلام ده بنتكلم مع بعض احنا كلاعيبه ومدربين، ان الفتره اللي جايه الماتشات كلها يعني هناخدها في سيستم واحد، هدفنا واحد، ان احنا بنحقق نتيجه ايجابيه دايما بصرف النظر عن المنافس. تمام. لكن انت عارف طبعا طبيعه اللعيب، يعني بيبقى في فرقه كبيره او بتلاقي طبعا في اهتمام اكتر، في تركيز اكتر، انت بتحاول قد ما تقدر بتشتغل على الجوانب النفسيه شويه عند اللعيبه، ان انت تحاول تخلي الحته دي تطلعها من عنده، ياخد الامور كلها بايجابيه وبشكل ايجابي. مفهوم. لكن طبعا انت عارف حضرتك بتتفاوت من لعيب للعيب، لكن ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكتب لنا الخير، وان شاء الله نعمل مباراه كويسه ونحقق الهدف باذن الله مبروك من المباراه. كابتن ياسر، مبروك مرة تانية ونورتنا، وبالتوفيق بإذن الله في اللقاءات المقبلة على مستوى الدوري الممتاز وعلى مستوى ممتاز به طبعا وعلى مستوى بطولة الكاس. مفاجأة النهاردة تحققت جديدة بعد مفاجأة بتروجيت امبارح، هي فوز كوكاكولا في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة على الإنتاج الحربي. فريق الكابتن حمادة صدقي ما زال يعاني على مستوى النتائج، كانت في الدوري انتصار وحيد تحقق مؤخرا، ودلوقتي خسارة من بطولة الكاس أمام فريق كوكاكولا.